من أجل الوصول إلى المرمى. ادي هنا انطلاقه وادي كوره، ادي كوره حلوه 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 حلوه، المرمى فاضي والهدف الاول للشارجه، الهدف الاول للشارجه. عثمان يا عثمان، عثمان يا عثمان، كمارا يقتنص الفرصه ولا يضيعها، يقتنص الفرصة ولا يضيعها. عمل شرجاوي رائع ينتهي بتقدم الملك الشرجاوي بأول أهداف المباراة. عثمان كمارا يسجل الهدف الأول لمصلحة نادي الشارجة، 1-0. فرصة كان لازم يستغلها نادي الشارجة في ظل الدفاع اللي ساب الكرة لصالح نادي الشارجة. شوف الكرة، شوف الكرة يا ولد، يا ولد على المرور، يا ولد على المرور، يا ولد على المرور، شوف الباص، وشوف الباص، وكان لازم يسجلها في راس العربي. عمل عظيم، عمل عظيم من لوان بيريرا، عمل عظيم من لوان بيريرا، والنهاية أروع من اللي أمامنا من عثمان كمارا الكبيرة في موسم 2009-2010. إلى كرة أمامية، محاولة، خلصها 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 كايو، خلصها كايو. الشارجة إلى ربع النهائي، الشارجة إلى ربع النهائي، ها هو كايو يقتنصها، ها هو كايو يسجلها، الهدف الثاني والتقدم المستحق لنادي الشارجة. 2-0، كايو لوكاس يخطف الهدف الثاني الآن في هذا التوقيت. ويا فرحتك يا عبد الباسط، ويا فرحتك يا ابن كايو لو انت ابن كايو، لكن يبدو انه هو ابنه طبعا، لان يعني المخرج جاب اللقطه دي، يعني ابنه فرحان بابوه، ابوه جايب جون النهارده، وجون ايه، مش اي جون. اذا 2 الشارجه، لا شيء النصر هنا في ارضيه الملعب في وقت كان يستعد فيه لاجراء التغييرات السيد ألفريد شرودر اللي أهدى المباراة نقطة تحول بخروج عبد الله توري. لكن هنا الهدف الثاني، الهدف الثاني يا ولد يا ولد يا ولد. الدفاع النصراوي غاب ولكن كايو لوكاس حضر.